السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في الهربة للغربة. معكم مهدي ودابا راكم كتسمعوا النمبر 1 بودكاست اللي كنجيبوا فيه مغاربة عايشين ولا عاشوا برا المغرب. اجي نعرفوا علاش وكيفاش داروا له. تبارك الله على بو سيمو. الله يبارك فيك. الله يحفظك خميس. نهار كبير هذا. سيمو ولد الدرب، قرينا في الاعداديه مجموعين في مراكش. المهم بلا ما نطول، سيمو لك الكلمه يا اخي، قدم لينا راسك. الله يحفظك. الله يحفظك سميتي. سمية سي محمد، العمر 30 سنه، وكيما قال ميجي الهوست تاعنا، شاركنا الاعدادي والثانوي مع بعضياتنا، وهو راه ولد السيكتور. هادشي كي تنجي في المغرب بالنسبه للقرايه، قريت في السمراليه عندي دوك فيزيك، ومن بعد تحولت مشيت درت لونغلي وسهل الله شديت فيها ليسونس، وكانت الميجر تاعي ابلايد لينغويستكس، ودابا فور ذا تايم بين انا في ستيتس، بالضبط في نورثرن فيرجينيا، وكنلعب كره. باش واحد انا في فيرجينيا وكيسمع، الله يعطيه الله يرحمه، كاين التيرانات تقصروا شي ماتش مزيان. تبارك الله عليك. بس الصراحه سيموك وايري من نوع الرافيع، عاقل عليه من ايام السيكتور ما عندي ما تسهك. الله يحفظك. دونك سيمو مراكش، نورث فيرجينيا قلتي ياك؟ اييه، الكسندريا بالضبط، مدينه تاعنا الكسندريا. مزيان، يعني الناس اللي كيسمعونا وعارفين فين جا هذا الشيء، سيرو دوزو عند سيمو، تقوى مع الله يعطيك العافيه، قصروا شي ميتش. الله يعطيك، الله يعطيك. التوشيه الاخرى الصراحه اللي كنسولو هنايا هي علاش هربتي ابو سيم؟ تقد ما تكونش هربه، تقد تكون غير سميتو. اييه الصراحه يا راه بداك الوضع تاعنا في المغرب اللي هو سويس ماشي صعيب بزاف، ولكن المهم كتسمى هربه. الا مشيتي لا سهل عليك الله، مشيتي للغرب راه هربه هذيك حتى ذاتها. انا شنقول لك، I was lucky enough to get green card. طبيعه الحال كان هذاك بريفيليج عندي انا نشتد green card، يعني ولات قضيه سهله نمشي نجي لهنايا الستيتس. هذا هو المين ريزن بيهايند هذا الجيه المجيه اللي جيت لهذه البلاد هذه. كنت نحاول ايسي نمشي لاوروبا نكمل ماستر، ولكن فاش جات هذه الحمد لله راه سهل علي الله وجيت لهذه البلاد هذه. بلان، قبل ما دير سميتو، قبل ما دير الجرين كارد، شنو كنتي وجدتي باش دفعتي لها؟ هي بالنسبه لهذيك الديفلوبري راه ما كديرش شي حاجه، كنمشي كتابلي السي تاعهم اللي هو بيليكي، ومن بعد الى سهل عليك الله وتهزيتي راه في هذيك الليتر اللي كيجي اللي تقرا كيقول لك يبين راندوملي سيليكتد، يعني ما كتكونش عندك شي ديبلوم ولا كياخذوا ما كياخذوا بعين الاعتبار، خصك يكون عندك واحد المستوى دراسي، يعني يكون عندك واحد الشهاده ثانويه اللي هي البكالوريا في المغرب وصافي، وتتيسر الى تهزيتي راك تهزيتي. هادشي اللي كاين. وبالنسبه للامريكا اللي بتيجي لها قرايه، راه يمكن لك تجي لها قرايه غير هي كتكون عاوتاني طالعه، حيت فهمتي القرايه اللي بتيجي تقرا في الغرب بصفه عامه خصوصا الامريكان راه ما كيخلصوا عليكم ما والو، يعني نسى هذيك القضيه تاع لا بورس وداك الشيء راه ما كاينش، يعني غتجي تخلص هذيك البيجي تاع كامله في القرايه تخلصها، وما عرفتي ما كاينش اللي غادي افوردي من غير لا كان فهمتي، كانت عائلتك نيت ميسوره ديال بصح هادشي اللي كاين. يعني اسهل طريقه باش تجي هنايا تقدر تجي فيلو تري، ولا عندك زوار تلاقيتي مع شي وحده مثلا تجوجتو كانت علاقه مزيانه وابروفاو لكم الفيزا ديال الزواج، راه غادي تجي لهاد البلاد. هادشي اللي كاين. الصراحه هاد القضيه معروفه ان القرايه في امريكا شويه غاليه، يعني انت خديتي المسار ديال الجرين كارد، الدفع ديالها وداك الشيء، واش هاد الشيء زعما معروف ساهل ولا كيخصك دير شيء؟ لا ساهل. اصلا دابا يقدر هاد يومين باش حلوه ما السيد، حيت الدفع يقدر تبدا من هاد الشهر هذا تاع اكتوبر، وكيتسالى يقدر في البدايه تاع نوفمبر، عندك واحد الشهر شهر ديال الدفع. دابا السيد راه دابا لحد الان كتدخل السيد تاعهم راه باين تديريكت بتي ديفلوبري مثلا، هادي اللي بتكون جايه هي تاع 2023 كتبها ويخرج لك السيت تاعهم، كتدخل المعلومات تاعك عادي، السميه والكنيه. دابا زادوا ولا هاد الاعوام الاخرى اللي هي 3 سنين الاخرى يمكن زادوا نمره الباسبور، يعني الباسبور خاص يكون فالابل فاليد، زعما ما يكونش ميت اكسباير في واحد 6 مانس من هذيك الوقت اللي دفعتي. وصلت يعني بك تعمر لهم هذيك النمره ديال الباسبور، السميه والكنيه، البلاد تاعك وصافي، وكيخرج لك واحد الكيس نمبر، هذاك الكيس نمبر كتحطها في الدبي تال ماي تاع العام الاخر صافي. من بعد تيتلونصاو هذوك لي ريزولطا، كتدخل هذاك الكيس نمبرز الكنيه والسميه تاعك، الفون نيم يعني الفيرست نيم والسكند نيم والديت اوف بيرث، وكتسنى الى عندك الزدار، وطلعت لك الرساله بلي راه يو بين سيليكتد، راك لاكي. ما طلعت لك حتى شي يقول لك يو هاف نوت بين سيليكتد، ماشي مشكل تعاود تيسي العام الجاي ولا
المهم انا تنقول هذه القضيه ديال الجرين كارت هو الواحد يفوكسي على داك الشيء اللي كيدير في المغرب كذا تقرا قرارك خدام خدام لو كان عندك شي بروجي يفوكسي عليه وهذيك كتبقى اون باراليل جات راه الله بغاها هذيك باش تمشي ما جاتش راه ما تكونش حاط عليها الامل وتكون هي زعما المخرج تاع حيت تبقى عشوائيه وصافي يعني داك الشيء ديال الله تعالى مزيان هذه القضيه ومهمه كما قلتي الواحد الحاجه اللي كيديرها يكمل ما يعقدش بزاف الامل على الجرين كارد لاقاش في اخر المطاف راه بحال قلتي بحال اللوطو ياك داك الشيء زهر الى تيسرات هو هذاك ما تيسراتش الواحد راه امه خدام في هذاك الشيء اللي كيدير فعلا فعلا اللي فهمت انايا كتعمر هذاك الشيء اونلاين المهم السيت راه غادي نحطو حتى هو في الديسكريبشن سي مورا غيعطي ليا من بعد وما كيطلبوا لا لغه لا والو ولا داك الشيء تيجي من بعد فاش كتبغي تدفع الفيزا لا هما والو ما تيطلبوا والو دابا اللي سمعت هو دابا كندا كيديروا التنقيط باش يعطوك الفيزا كيشوفوا واحد المعايير جاولهم واش خدام واش عندك لايسين اساس واش الاكسبيريونس عندك اكثر من 4 سنين عندك الدراري فهمتي هنا في الامريكان هذه ديالهم راه عشوائيه كما الاسم تيدل على هذاك الاسم اللي تنقيل عليه عشوائيه يعني الاختيار تيكون عشوائي وحتى داك المعايير ولا دوك الكوارمس اللي طالبين ما طالبينش حاجه معقده كما قلت لك طالبين شهاده تاع البكالوريا غير باش ما تكونش امي اما ديك الساعه الناس في التسعينات كانوا يتبعوا لها بوالو كانوا يدفعوا لها بواحد الليتر كيعمرها وكيدفعها ولا عندك الزار كيعيطوا لك دابا غير الباك اللي يكون عندك وصافي بالنسبه للغه وداك الشيء الناس جاوا مع امين كاع ما تعرفوا حتى شي حاجه في الانجلي وجا هنا تتادابتا وقرا شويه بتوت اللغه الكومونيكاسيون باش تداول في المجتمع شويه تادابتا صافي هادشي اللي كاين مي سيت هذا باش تشوفوا فاش نصيفطوا لك راه ما تقدرش تعمرها في جوج دقائق يعني كتطلب غير السميه والكنيه لا دات دو نيسونس تاع كيما تغلط في هذاك لي زديات لحقاش الا غلطتي فيها غير تلقى مشكل يعني ممكن انك يسهل عليك الله وتكون طالع عليك ولكن هذاك الديت اوف بيرث غلط لك فاش تمشي للفيزا ما يديروا معك التعقيد ما يبيش فاش تمشي زعما للقنصليه سمح لي ما يعطيكش الفيزا فهمتي يقول لك راه حاولتي تزور ولا حاولتي تدخل اكثر من مره وداك الشيء كيديروا يعني لا ابليتي مره وحده في العام ما تبقاش تعاود ابلي المره الجايه حيت لا جوج لا لقاو جوج تاع لي زابليكيشن بنفس السيم نيم راه غادي يفيزهم بطبيعه الحال ما غاديش ياكسبتيهم يعني لا ابليتي مره واحده صافي ريح تاع الماي تعلق الريزلت ما جابش الله تسنى عاوتاني تاع العام الجاي فاش يحلوا عاوتاني ابلي وهكذا مزيان دونك هما ما تيلعبوش في هذا الشيء انت تبع داك الشيء اللي طالبين ويكون خير هما واحد اللقطه فاش تكون تتعمر هذيك الفورم هي كاين هي بحال ديال شي فورمولير يعني ساهله كتبقى تعمرها بسيطه في الاخر تلقى مديروا لك اش من شهاده عندك واش عندك مثلا شهاده ثانويه بلاس واحد دوغ ولا بلاس واحد ليسونس ولا بي اتش دي مثلا هذاك الشيء واخا ما عرفتش شنو دير فيها ماشي زعما كمعيار هذاك الا درتي لهم عندي البي اتش دي غادي يختاروك هذاك هي كيقيموك وصافي وحتى فاش تمشي للقنصليه ما تيقول لكش على ورينا هذاك الليسونس تاعك ولا ما تيسولكش اصلا تيشدو غير الباك كيشدو واحد الدوسي ميديكال خاصك دوز عرفتي انت دير اي واحد يمشي للغربه خاصو يدوز واحد يقعد هذاك الدوسي ميديكال زعما ما فيهش شي مرض معجي صافي هذاك الشيء اللي كيشوفوه هما وكيسولوك بعض الاسئله اللي ساهلين باش يعرفوا لك وين عندك شي توجه ارهابي الله يحفظ ولا هادي وصافي دغيا تيابروفيو لك هذيك الفيزا انا فيها شي تعقيد صراحه ان فوا كتهز صافي تكون غالبا بواحد 80% غادي تمشي الله يحفظ الا كان عندك التوسي ميديكال بقى عندك شي سول فريه ولا هادي ديك الساعه تقدر تريفيز عليك دونك اللي كتيسر ليه هذيك كيتهز في القرعه تقريبا صافي هذاك الشيء الاخر تيبقى عادي كيتبع البروسيس وصافي داك الشيء اللي كاين كاينه واحد القضيه يقدروا الدراري يكونوا عارفين اللي تسمعوا مثلا الا كان عندك الكيس نمبر دابا فاش تافيشا ريزلتا كتشوف الكيس نمبر تاعك قدر يكون كيس نمبر تاعك كبير فوق 50,000 بعد الخطرات هما كاع في هاد السنوات الاخرين صراحه كانوا يعيطوا الناس كاملين غير هو تيكون واحد التخوف الا كان كيس نمبر تاعك كبير يقدروا ما يوصلوش لك فهمتي يهزوا داكشي اللي هزوا صافي ويحبسوا في واحد 40,000 وكذا مي غالبا انا ما عمري سمعت شي واحد وقعت ليه في المغرب الدراري كلشي تيمشي واخا كاع دابا اللي كانت كورونا وحبسوا شحال عاوتاني تلقوا اللاعبون وبداو عاوتاني تيدوزوا بجروب يعني تتوصلك النوبه الله يسهل على الجميع وانت في الحاله ديالك بوسي مش شحال مره تقريبا دفعتي انا مره واحده سبحان الله العظيم ورا داك الشيء راه الارزاق وصافي ارزاق
وكيجاتك العيشه تما مغرب امريكان، واخا تنشوفوا داكشي الصراحه في الافلام يعني ما غاديش يكون شي شوك كبير، ولكن كيجاتك فاش مشيتي تما؟ عاودنا القصه الاكسبيريونس، كيفاش دازت الطياره، العيبات، وصلتي تما، الدنيا مختلفه. هو انا تنقول لك كنتي جيتي شي بلاد غريبه، ومن الاحسن يكون عندك شي واحد يوسطك، خصوصا الا كنت تعرفوا مثلا مغربي مزيان، حيت هذاك اللي كيوسطك خصوصا في داك الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، كيسهل لك بزاف د الحوايج. حيت فاش تجي لهنا كيخصك تفعل الاي دي، خصك تفعل السوشيال باش تشدو السوشيال نمبر هذاك باش تخدم، تحتاج انك تمشي تدير كونت في البنك، بحال هاد المسائل هادو. خصوصا الا جيتي وعندك لونغلي شويه ضعيفه، تقدر تكون مضطر وما تكون تخاف تمشي تهضر مع هذا ومع هذا، فهمتي؟ ما تكونش عارف كيفاش تدوز مع دوك المراحل. الا كان شي واحد يقدر يهوستيك، وانا الدراري تقريبا كاع تيتعاونوا مع بعضياتهم، يعني الا كان شي واحد جيتي عنده راه غادي يدوزك مع دوك المراحل بسلاسه. وحتى حتى المدينه فين جيتي غيحاول يدورك، يقول لك عافين تمشي، عافين تلعب، هادي. وتا بالنسبه للخدمه غادي يباني لك خدمه اللي هي تكون شويه ما فيهاش الكورفي بزاف، عرفتي؟ فاش تجي للغربه، خصوصا لما مثلا ما جيتيش قرايه، جيتي مثلا بحال جرين كارت، ولا مثلا جيتي جواج، ولا هادي، راه ماشي تكون تجي عرفتي بلي راه واحد الشركه اللي هي دارت لك كونطرا وجايبك هنا تخدم معها، وتكون انت اللي كونتي تدير الخدمه مزيانه، راه كتجي هنا كتعود بلا كتخدم اي خدمه، وخاصك تصبر وخاصك تقاتل. حيت اش نقول لك، الغربه هي مزيان، انا تنهضر على الامريكان هنايا، كذب عليك كذاب اللي قال لك زعما راه المغرب حسن، لا هنا حسن 100,000 درجه. ولكن تيكون هذوك التحديات كما قلت لك، التحديات انك باقي الله كنقولوا فريش اوف ذا بوت، يعني مازال ما عرفت حتى لعبه على هذه البلاد، مازال ما عرف والو. يعني خاصك بشويه كتخدم خدامه كما تنقولوا خدامه لا علاقه ولا خدامه الشات، كتصبر وكتبقى تدوز بمرحله، ولكن تي شويه قافزو هادي راه تعلم اللغه، وتعلم الكوميونيتي تاعك، وتادابت مع ديك الكالتشر الجديده ديال المراكنه. كما قلت انت، بما انك عندك ديجا فكرة على هذا المجتمع وكتفرج أفلام وهذه، كتكون سهلة الصراحة. وهما هادو هذاك المصطلح اللي تيتقال very down to earth، يعني سهل التعامل معهم، المراكنة ما فيهمش تعقيد، وعندهم هنا عندهم ثقافة بزاف، يعني واخا كاع ما تهضرش مزيان في المونغلي، تقول لي كلمة من هنا وكلمة من لا، هو دغيا يتحاور معك، مشيت تبي تقصي وخا تقول لي كلمة، واخا هادشي غير بصباك دغيا كيتعاملوا، يعني داكشي سهل الصراحة باش تأدابتا، سهل بزاف. وحتى في الخدمة سهل باش تخدم، غير هو خاص تكون صبر، لحقاش الخدمة اللي غتخدم كما قلت لك غيكون فيها شوية الكورفي، ماشي؟ والكورفي تاع الغرب هادي واحد الحاجة خصنا نقولها مهمة، هو الكورفي ولا الخدامي تاع الغرب، ماشي بحال الخدامي تاع المغرب، حيت الريتم تيكون طالع، وانت راه ادرى بهذا الشيء. يعني الخدامي تاع مثلا مشيتي لاوروبا ولا الامريكان، داك الريتم باش يخدموا راه ريتم طالع، يعني هذاك الشيء اللي بغيتي تخدم في المغرب في مده عام وتكون شويه مرتاح وهادي، تقدر تتعلم ليه كامل، وهذوك السكيلز كامل اللي بغيتي تتعلم في المغرب في مده عام تقدر انها تتعلمهم في 3 شهور كما قلت لك، الريتم طالع، وتالي موين باش يخدموا هذاك الشيء شويه مافونسي، يعني كتاخذ خبره مزيانه، غير هو حتى في التعب فيزيكمون تيكون، والتم تاع منتلي كيكون شويه طالع، يعني كتخسر هذاك الشيء اللي كاين. كل واحد وكيفاش تقاتل الله طريقه، هادشي اللي كاين. لا قلتي جوج النقط مهمين غادي نعاودهم هنا. اللعبه الاولى هي ديك النصيحه ديال خص يكون عندك شي كونتاكت قبل ما تمشي، وهادي غادي نسول واحد السؤال اخر، فاش كتجيك القرعه كتهز فيها، واش هما كيصيفطوك لشي مدينه ولا شي ستيت غير هكاك، ولا انت عندك الاختيار؟ هو كما قلت لك خاص تمشي للبلاصه اللي انت اللي فيها هذاك الانسان اللي بيهوستك، يعني انت ترجع لك الاختيار، هما ماشي فرضوا عليك والو، ولكن هما تيسولك هذا السؤال فاش تجي للقنصليه على هذيك المواعيد المقابله، غير باش يفيريفيو معك الورق ويسولوك، فهمتي؟ واحد الاسئله اللي بسط، غير كما قلت لك هما كيحاولوا يلعبوا ويشوفوك واش ما عندك شي توجه، كما قلنا توجه شويه عربي ولا هادي، ولا عندك شي خلفيه اجراميه، صافي هادشي علاش يديروا لك هذيك المقابله، ماشي بحال المقابله تاع بيتي تمشي لاوروبا بشي فيزا شي دوله وهادي تيكونوا قصحين معك، اما هادو ديجا راك انت غرين كارت مزيان، اي كي فيريفو معك وصافي. كيسولوك تيقول لك اش من ولايه علاش غادي، كتقول لهم انا غادي لهاد الولايه، كاين شي واحد تيقول لك واش بيستقبلك، علاش؟ لحقاش هذيك الغرين كارت فاش يبيو هما يصيفطوها لك، تيخصك ضروري تكون ديجا عاطيهم واحد لادريس فين يصيفطوها لك هما، حيت انفو كتجي لامريكا من بعد واحد 3 شهور كتجي لهذيك لادريس اللي انت ديجا درتيها لهم، عطيتيها لهم، فهمتي؟ حيت تعمر
فاش تخرج ديك القرعه كاينه واحد الفون الدراري اللي تسمعوا يكونوا عارفين سميتها دي اس 260. هذيك دي اس 260 تدير فيها الادريس اللي بغيتيهم هما يفورورد لك هذيك الجرين كارت لهذيك لهذاك الميل الادريس اللي عطيتيهم. سينو الى هذيك الادريس تبدلات وما بقاتش هي فالابل تاع عندك فرصه اخرى فاش تبدلها وفاش تمشي للكونسوليه. الا مشيتي للكونسوليه تقول لك واش انت بغيتي تحتفظ بنفس الادريس كتقول لهم لا راه قا واحد الشونجمون الله يخليك يدير لي هذه الادريس الاخرى وعادي وماشي صيفطوها عليك لهذيك الادريس الاخرى. وكما قلت لك ونعاودوا نرجعوا راه ماشي يفرضوا عليك حتى ولايه. انت كتعرف الولايات اللي فيهم مغاربه كتعرف الولايات اللي فيهم شويه المهاجرين بحال كاين الولايات تاع ريدسكنز ما خصكش تمشي لهم كاين الولايات اللي ما فيهمش كاع المهاجرين ما خصكش تمشي لهم. اغلبيه الولايات اللي فيهم المهاجرين ما تكون فيهم الخدمه وهي تكون فيهم على الاقل تكون هذيك الكوميونيتي صحيحه المهاجرين حتى لبيت وقع لك شي مشكل في الخدمه واجب تمشي اللي دافع عليه تكون دوك النقابات وهادي كتمشي عندهم كيتساعدوا معك في المشكل اللي وقعتي فيه في الخدمه وتي سولفيو. وعرفتي راه حنا راه ماشي بلد اسلامي هذا راه تايكون ريسيزم تقدر تشوفه في اي بلد غربيه يعني توقع اي حاجه. حسن تمشي للبلاصه اللي فيها المهاجرين اللي كما قلت لك على الاقل شي يدافعوا لك شويه على حقوقك هادشي اللي كاين مزيانه هاد القضيه. دونك بما انهم تيعطيوك الاختيار يعني انت غادي تشوف على حسب الناس اللي كتعرف فين كاينين غادي تختار وغادي تقول لهم ها الولايه اللي بغيت نمشي ليها صافي وتيكون عندك كونتاكت كتمشي تعاونك هذاك السيد تتسكن عنده في الاول يمكن كاع في الديبار صافي هو تيقول لك ها منين تمشيها منين تجي هادي مزيان. النقطه الثانيه هي اللي قلتي هي ديال الخدمه والريتم طالع هادي متفق معاك 100%. كما تنقولوا هنا مثلا الا كانت عندك 8 اور شيفت راه كتخدم 8 اور شيفت ما كاينش في المغرب يقدر يكون تخدم مثلا نقولوا هي 6 اور شيفت تقدر يلاه كتكون تخدم فيها واحد ساعتين يعني داكشي اللي باقي راه غير مريح ودكا تاع تاعي فهمتي وكتهضر مع هذا ومع هذا والتقشاب هنا يعني الصراحه ما كاينش التقشاب عرفتي كلشي ماشي كلشي مراقب ولكن كلشي تياخذ بالامور بجديه وحتى لانه عاد الخدمه شويه طالع الصراحه ماشي بحال ولكن هذه حاجه مزيانه يعني واخا تعيا كما قلنا فيزيكمون وتجي يعني كيعيالك الدماغ ولكن تستفد بزاف يعني الخبرات اللي كتاخذ خبرات زعما هائله والله فواحد المده اللي هي قصيره. الناس معقولين تما كما قلتي ما كاين لا سليخ المعزيله والو لا والو الشعر المغرب والمقاطعه جن صافي تا في ناشرين باقلهم مزيانه بفاسيو. دونك دابا قلتي لنا كيفاش جاتك الدنيا تما صافي دابا تاقلمتي يمكن شحال من عام وانت تما؟ انا دابا طالع في 5 سنين انا كي جاتني الدنيا انا شويه جيت شوكي صراحه نعطيك القصه تاعي القصه تاعي كيفاش دازت عندي. فداك الديبار كان وسطاني واحد الدري هو وسطاني ولكن هذيك المده كان مريض ومشى تحول لواحد البلاصه اخرى على اساس انه كان ديك الساعات بحال قلنا حنا يلا كان في البدايه ديال الزواج تاعو كانت عنده واحد الخطيبه يعني هي اعتنت به فاش كان مريض يعني انا بقيت مع شي دراري اخرين عرفتي بنادم كل واحد تيخرج للخدمه وتبقى انت شويه مشتت. انا خدمت شي خدامي مش خدامي اللي لا علاقه صراحه ما وانايا فهذيك الفتره فاش جيت قبل ما شت الكرين كارت بحال كنت جيت في ملتقى الطرق كنت ديك الساعات يلا انا يلا خرجت لي ليسونس ودفعت داك الكونكور تاع التعليم سلك الثانوي عيطوا لي صيفطوا لي كونفوكاسيون باش نجي ندوز وكنشوف مبقى ليا والو نمشي لهي وليت نقول يا واش نجلس انا صافي راه وانا على اساس انني الا دوزت هذاك الامتحان كنت دير واحد 80% انا غنشدو لحقاش كانت عندي واحد الخلفيه تاع التعليم يعني الفتره كامله اللي كنت انا تنوجد فيها ليسونس كنت ديك الساعات خدام تنقري يعني قريت في بزاف ديال لي بريفي وصافي خديت هذيك كيما تنقولوا هذيك المنهجيه الدراسه كيفاش تقري الناس وحتى الطريقه باش تتصرف مع المفتشين وهذه دوزت يعني كانت عندي واحد الاكسبيريونس ما بيهاش يعني ترى دوزت هذاك الامتحان وعرفتي النيفو تاع المغرب راه ماشي شي نيفو اللي طالع يعني الا دوزت الامتحان انا صحابي دابا في هذيك الفتره اللي دوزوا معايا كاملين تقريبا راه تخرجوا راه كلهم دابا راه وكانت قبل كاع من التعاقد يعني كنت تزق ليا مزيان قبل كاع ما يديروا هذاك البرنامج ديال التعاقد حنا كنا هذيك البرومو كنت دوزت فانا كره تعيننا ديريكت بلا ونفوتوا التعاقد يعني التعاقد ما جا حتى شي عامين ورانا حنايا. المهم صراحه خديت هذا القرار قلت عرفتي اش دير نمشيو امريكان دريم نشوفوا هذيك البلاد كيفاش دايره ونمشي فاش جيت المهم دزت من هذاك الشيء اللي دزت منه صراحه وليت نقول يمكن لا درت شي خطا كبير فاش جيت لهاد البلاد فهمتي حيتاش انا دابا فاش تنشوف مثلا يعني دابا انا وصلت
فهمتي تادابتيت ووصلت كما تنقولوا لهاديك الكومفورت زون تاعي. نقدر مثلا شي واحد جا جديد غير نسهل عليه نقول له شوف ها اللي دير وها اللي دير وها اللي ساهل وها اللي ساهل وها الخدمه اللي مزيانين تقدر تاخذ فيهم انكم مزيان وتا ما تكونش تدير فيهم بزاف تاع تمارات تخدم بعقلك وهادي. ولكن انا ما لقيتش لي سهل عليا بحال كما قلت لك جا الدري يلاه هو ستاني مسكين شهر شهرين في لقيته فاش بديت نابلي على الخدامي وهادي ما كانش ديك الساعات معايا صراحه. وكان هنا تكون عندك مصاريف وهادي يعني تتولي تقتي باش ما غير باش تخلص الدراري الكرا وهادي وتقاني روحك وتقدر توقف شويه على رجليك. دونك صراحه شويه جاني بحال اللي قلتي ديبريميت ولكن عرفت الله راه تيستر. وانا عرفت حنا المغاربه ولا الجزائري ولا التوانسه واخا هكاك ما كاين فينا واحد الفيس لا ما عرفت يعني حتى جا شي واحد اجي ما دات باش تعطي راس الخيط وتقول له مثلا اسال واش تيبقى فيك الحال يمكن لحقاش انت تجي واحد الماسطه اللي ضربتي فيه شي ثاني انا ما تبغيش هو حتى وين قصد غيا ولي بحاك حتى تكون عشيه ديال الحسد. ولكن كما قلت لك انا شخصيا والله لا كاينين تندور التريد نقول واش جا شي واحد جديد واش هادي كاين كيفاش نديروا ليه وهادشي اللي كاين. يعني الواحد الا بغى يجي كان احسن يعرف الدراري اللي بيجي عندهم ولا تعرف الدراري حتى الدراري تاعو اللي بيجي يجي شي وسط مزيان اللي هو الناس شويه تقفين ولا هادي دغيا لقاو ليه يقدر خدامه زوينه ومي كما يعكسوش راسهم يقولوا لا خصنا ندوز من تحت من تحت الطبلات تاع هو يدوز منا ما يدوزش من الفوق هادي ماشي هضره هادشي اللي كاين. كنتمنوا الصراحه عن طريق هذا البودكاست هذا يتنقص بحال هادشي لحقاش كنتمنوا شي واحد مثلا دابا لا باغي يمشي لامريكان ويسمع لهادشي راه غادي تنقص عليه بزاف ديال الحوايج وغادي غادي يتعلم بزاف الحوايج قبل كاع ما يمشي تما باش يكون عارف ويوجد راسو وي فعلا هذا هو الهدف اصلا ديال سميتو. ودابا انت مورا خمس سنين في امريكان ما كتفكرش انه واحد النهار غادي ترجع صافي للمغرب كما قلتي في الاول كتبقى غريب كتبقى براني كتبقى البلاد ماشي ديالك ولا شنو الحاجه اللي تقدر ترجعك دابا للمغرب؟ وهو دابا لحد الان الحاجه اللي تترجعنا للمغرب هي تترجع تشوف الوالده والوالد والخوت. انا بالنسبه لي مجوج ترجع نشوف المراه تاعي لحقاش هي باقي الوراق تاعها يلا انا تشوشت العام في البدايه تاعو يعني يلا دفعت لها باقي تاعي في البروسي يعني ترجع ولا بدا نشوفها. هذا لحد الان هذا الشيء اللي ترجع للمغرب. والحاجه اللي تقدر كاع ترجعك للمغرب كما قلتي مره على حسب السؤال تاعك انا تنقول الا الواحد دار شي بيزنس فهمتي الا درت انا شي بيزنس هاكا اللي يقدر يفورنيني واحد شويه فهمتي فاينانشلي سبيكين يدير لك واحد انكم اللي هو ما بيش تقدر ترجع ترتاح مع راسك كما قلتي انت راه واخا ما عاد فين توصل في واحد البلاد اللي هي غربيه راه تبقى غريب راه ماشي بلادك يعني لا الا الا هذوك لي كونديسيون اللي عايش بهم هنايا هذيك الكونفورت زون اللي قدرت نحققها في المغرب كما قلت لك ودرت واحد المشروع اللي هو ما بيش وهادي كيرد عليا واحد القدر ديال الفلوس راه نقدر نرجع ما كاينش المزاح. وبطبيعه الحاجه الثانيه اللي كنقولها احنا خاصك تعرف ولا الدراري كانوا كيسمعوا راه الامريكان بلد راس مالي كتشوفها راس ماليه لجهه البلاد كتشوفها هكا كتشوفها بحال شكل انسان تتجسد قدامك يعني الا خانتك الصحه غير رجع لداركم راه ما هنايا خاصك تخدم شهر على شهر شهر على شهر شهر على شهر كل شيء داير على الفلوس تقدر تكون ما عرفت شنو تقدر تدخل واحد انكم اللي عالمي ولكن ان فتح لك صحتك راه صافي راه كنت نقول حنا يقدروا يصلوا عليك العصر يعني قبل ما يصلوا عليك العصر حاول تلقى واحد الواي باك لهذاك اللي هوم كانتري وريح تماك واستريح مع راسك سينو انا غيبقاو يتزادوك البيلات وانت مريض ما تقدرش تخدم والسوسيال عندنا ضعيف بزاف يعني انا كاع وانت انا عندي لاسيونس ومع الشركه عندي اسيونس صحيحه كما ذلك انا مشيت راه ولا بدات تيصيفطوا لي واحد البيت خاصني نخلصها مشيت كاع بيت نقات واحد ماشي الكران ماشي الجوا ولكن واحد يقولوا لي بحال البريدج صوره شارجوني فيه ب 100 مليون وبلاسيونس قالوا لي غتخلص 5 مليون قلت لهم ماشي دير بلاش وحق الله العظيم تقدر تمشي كما قلنا تمشي لشي تركيا مثلا فور انستانس راه تقدر دير فيها فم كامل ب 8 مليون وتقدر كاع تزيد دير تاع هوليوود سماع نقطه خطيره عندهم اللي ما لهاش الحلم. وكما قلنا ممكن انك هاد لعبتي تجي تخدم وهادي وهادي راه تقدر تجيب الفلوس على انت وعلى حسب جهدك وصافي. مزيان هاد النقطه هادي دابا الناس اللي تيسمعوا باغيين يمشيو تما خصهم يوجدوا راسهم راه تما كلشي مبني على الفلوس يعني كما قلتي طاحت الصحه ديالك مشيتي صافي حاول تلقى شي تخريجه ولا شي سميتو وتنصح انا الدري بحال مثلا واحد لاجا مثلا هادو اللي بيجيو جداد
الا جيتي لواحد لاجل هاد البلاد خاصو يخدم سمارت، يحاول يقرا، يحاول يقرا. راه ماشي ميمكنش في هاد البلاد توصل واحد النيفو بلا قرايه، ضروري تكون تقرا، ضروري يكون عندك واحد الشهاده ولا حاجه. الا بغيتي تخدم يا خدامي كما قلنا باش تجمع الفلوس، راه انت فداك اللونغ ران راه ما يمكنش تبقى مواكب هاد الوتيره باش غادي هاد البلاد هاد. يعني واحد الوقيته تقدر تطيح، واحد الوقيته الا تحتي راه صافي، راه ما كاينش اللي يعاونك. وحتى لا سيونس ما غاديش تكون عندك شي اسيونس صحيحه، غادي غير تكرفس. دونك الا كنتي قاري على الاقل كتخدم خدمه اللي هي مزيانه وكيتسيفي فيها الانرجي تاعك وكتبقى مرتاح وعندك لا سيونس تاعك حتى الدراري تاعك الا كبروا ولا هادي كتكون قادر انك تربيهم. ماشي فهمتي جوج خدمات وهادي راه صراحه الكراسك. وحاجه ثانيه اللي ننصح بها اللي اي واحد جا، انا مثلا عندي ليسونس فلونغلي وسوفري لحقاش ما بقيتش ليش تفلي في جيه وهذاك الشيء. يعني ماشي سوفريت باش نتادابتا في المجتمع لا باش نهضر، ولكن باش نلقى خدمه باش نطلع، باش حيت انا ما لقيتش اللي يعاوني في الديبا. ماشي نقول انا اش صعيبه، هي راه امور ساهله كما قلت لك. دابا الا جا شي واحد جديد وكان تيسمع يصوني ليا والله تلقى لي خدمه لا مزيانه ومرتاح مع راساته. غير هو الا الواحد جاب بلا ما تيقشعش في اللونغلي غادي يكون شويه صعيب لحقاش غيبقى ليه حل واحد هو انه يخدم هذوك الخدامين اللي ديال الزنازه اللي ما تحتاجش فيهم كاع تهضر. وهذو خدامي كلهم راه شويه غيكونوا قاسحين عليه. المهم كما تنقولوا حنا كل واحد وكيفاش قالت ليه الله طريق، ولكن اي بلاد بتمشي ليها حاول ما امكن تعلم هذيك اللغه تاع ديك البلاد باش فهمتي تاميليوري الحياه ديالك وصافي. فواحد دو سون لي هو بوزيتيف واش اللي كاين. تيبان لي مزيان هاد النصيحه غادي نختموا بها نيت هاد الحلقه هادي. الواحد فين ما بغى يمشي امريكان ولا الشينوا ولا فين ما يحاول يتعلم اللغه غادي تعاونو. تنقول انا جوج الحوايج كما قال سيمو، غتعاونك باش 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 تطلع النيفو باش تلقى خدامي مزيانين، وغتعاونك باش تانتيغرا في سميتو في هذيك لا سوسيتي ديالهم وتفهم بزاف ديال الحوايج اللي ما يمكنش تفهمهم بلا لغه. فعلا تمام والله ما كاين ما نزيد ورا هادشي اللي قلتي الاخر. والله العظيم تبارك الله على با سيمو. الله يبارك فيك وتسامحك. كنشكرك اخويا سي محمد بزاف. الله والله الا سلام بروك. الله يسهل الامور ديالك في تما و امين ان شاء الله. فراسك الله يعاونك ليا. بارك الله فيك. سلام عليكم.